مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات. أول موضوعات حلقة الليلة: الإسكان، نعمل على الشراكة مع القطاع الخاص وسنسهل الشراء. ومن جديد قصة إغلاق الشوارع تعود، عضو مجلس بلدي في عنيزة يغلق شارع. وأطفال في الجبيل يستيقظون قبل الفجر لركوب حافلات النقل المدرسي. تشوفون معنا أيضا في هذه الحلقة: المقاصف في حايل بتعتمد على الأسر المنتجة للعمل داخل المدارس. ورغم حداثة إنشائها، وحدة الكوارث بمستشفى الملك فهد بالدمام تقدم يد العون في كافة الأزمات والحوادث. وموجة البرد في شمال المملكة والأجواء الباردة تصل إلى أغلب مناطق المملكة. أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المملكة في حاجة حالياً إلى نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، ويتوقع الانتهاء منها خلال السنوات السبع الجاية. أوضح الحقيل أن وزارته تعمل على توفير مساكن اقتصادية السعر من خلال الاستفادة من المواد ذات الأسعار المنخفضة حالياً في دفع عمليات التشييد والبناء، مشدداً على أهمية التركيز على عنصر التطوير العقاري، مقدماً أهميته على عمليات البيع. ودعا وزير الإسكان المطورين العقاريين المحليين والدوليين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق السعودية، متوقعاً ارتفاع تلك الاستثمارات خلال هذا العام إلى أكثر من 1 تريليون ريال. طيب، للحديث عن أوضاع الإسكان ومشاريع الوزارة ينضم لي هنا في الاستوديو مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبد الكريم. أهلا دكتور بندر. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. يعافيك إن شاء الله. الوزير تكلم في المنتدى عن 1.5 مليون تحتاجها المملكة، ولكنها حطها بتاريخ 7 سنوات جاية. شو بتسوي الوزارة عشان تنجز هذا المشروع الضخم؟ بتبني هي بالحالها بالقطاع الخاص؟ وش بتسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا استضافتك فيه، وإن شاء الله تكون الحلقة إن شاء الله مفيدة للإخوان المشاهدين. صحيح. طبعا الوزارة خلال الفترة الماضية قمنا بدراسة الوضع الراهن والصاير في السوق الإسكان، وبناء على الاستراتيجية الموضوعة للإسكان وجدنا الاحتياج الآن بالنسبة للمملكة ال5 سنوات الجاية تقريبا حدود 1.3 مليون. استهدفت الوزارة توفير أو تمكين السوق إلى توفير 1.5 مليون وحدة خلال 5 إلى 7 سنوات القادمة. زي ما أنت عارف أخوي عبد الله أن الإسكان مو هو مجرد منتج ممكن تروح السوق وتجيبه من برا. تشتري من برا. فطريقة عملية الإسكان وإنتاج المسكن تبدأ تأخذ فترة تقريبا حدود السنتين من بداية خلينا نقول اعتماد المخطط والتصميم والحصول على رخصة البناء إلى اكتمال المشروع. فبالتالي نستهدف إن شاء الله خلال 5 سنين القادمة إلى تحفيز السوق، خلينا نقول بالمشاركة مع المطورين العقاريين، إلى توفير 1.5 مليون وحدة. اللي يقولون إنه أنتم بتسلمون الناس للمطورين وبتسوون في الناس والمطورين أنتم وش علاقتكم يعني الوزارة وش علاقتها مطور مواطن وزارة؟ وش الفكرة؟ سؤال جيد. وش زي ما تعرف سوق الإسكان زي أي سوق آخر، لازم يكون فيه منتج وفيه مشتري. طيب. دور الوزارة حيكون المنظم، العلاقة بين المنتج اللي هو المطور العقاري والمستفيد وهو المواطن. يعني أنت ما بتسلم المواطن تقول يلا يا عقاري استلم وسوي اللي تبغى وارفع الأسعار ونزل، أنتوا بتكونون تنظمون هذا السوق. طبعًا، إن هذا أول شيء حتى كدور الوزارة حتكون منظم السوق بالنسبة للإجرائيًا وتنظيميًا.
وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الآن إلى إنشاء هيئة العقار، هذا حتاخذ من ناحية القوانين والأنظمة، وبرضه صارت موافقة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز خدمات المطورين، هذا شيء إجرائي لتسهيل خلينا نقول عملية التطوير. بالإضافة إلى إحنا شغالين في الوزارة على برامج تساعد المواطنين على الحصول على مسكن. كيف؟ من ناحية تمويل المواطن، أهم شيء إنه يحصل عشان يحصل على مسكن لازم يحتاج إلى منتجات تمويلية. في المملكة ما زال خلينا نقول منتجات التمويل غير متواكبة مع حجم السوق. السوق كبير والمنتجات شوي. التمويلية. أيوة. المنتجات التمويلية. شوي. مرة. لو مثال الآن نسبة القروض البنكية حدود 100 مليار ريال. أيوة. إذا ما قارناها حجم التمويل اللي قدمه الصندوق العقاري إلى تقريبا 200 مليار تقريبا. في تقريبا الصندوق العقاري واللي هو خلينا نقول مكمل لهم قدم خدمات. طيب. أكثر منهم. أتكلم عن مفهوم السكن الميسر. الوزارة تقول إحنا نسعى لتوفير سكن ميسر للمواطن. صح. شلون سكن ميسر؟ أنا في الأخير بسكن. طيب. ميسر وميسر بيقول لك أنا أبغى أسكن. طبعاً. وش بتسوي الوزارة عشان تسوي السكن الميسر هذا بدون ما يكون فيه يعني حول الكثير من الكلام؟ طيب. واجب الوزارة لأنه هدف الوزارة الآن توفير مسكن مناسب للمواطن. إيه؟ هذا يعني توجهنا الاستراتيجي وهدف الآن الوزارة. بقيادة وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقير. المسكن لازم يكون مناسب للمواطن من ناحية عدد الأسرة، من ناحية البيئة المناسبة له، من ناحية حتى المرحلة العمرية اللي يكون حيكون فيها، بالإضافة إلى القدرة التملك. فهذا دورنا كوزارة الآن. في قائمة الانتظار الآن عندنا تقريبا 1.5 مليون تمثل قائمة الانتظار الآن المستحقين على السكن في وزارة الإسكان والصندوق العقاري. 75% تقريبا من مستحقي السكن دخلهم من 12,000 وتحت. فتكون 75%. نعم. دخلهم من 12,000 وناس. نعم. طيب. فتمثل قدرة شرائية حدود 700 إلى 800 ألف ريال. السوق الآن ما هو قاعد ينتج المنتج المناسب. الآن في دور الوزارة الآن بالعمل مع المطورين العقاريين اللي هو توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطن تتوافق مع القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن وحاجته بالنسبة لعدد الأسرة وأيضا المرحلة العمرية بالنسبة له. طيب. هذا هدف. هذا جيد، لكن يعني احنا ككلام الان مره نكون كويسين، احنا الوعد الفتره الجايه اتكلم عن منتجات الوزاره تنوي طرحها، يعني زي ما قاعد يدور في كثير من الاروقه واللي مهتمين بالاسكان هم كثير، يعني انه الوزاره الفتره الجايه ستضخ عدد كبير جدا من المنتجات السكنيه، يعني نتكلم عن وحدات شقق، ايضا حتى مبالغ. صحيح. صح. الوزارة في طبعا حجم سوق الإسكان، حنكون ممكنين للإسكان زي ما قلت لك، ما حنكون لاعب رئيس، فحنساعد المطور العقاري وحنساعد المواطن للحصول على المسكن في أكثر من برامج صراحة، ما هو برنامج، في برامج إعطاء المواطنين بعض القروض، في بعض البرامج إعطاء المواطنين مسكن، في بعض البرامج إعطاءه ممكن أرض وقرض. في الوزارة الآن متجه تقديم حلول كثيرة بالنسبة للمواطنين بحيث أنه يحصل على مسكن مناسب له في المستقبل. في طبعا الان في مبادرات كثيره حنطلقها ان شاء الله في 2016 في السنه هذه، لحن بحيث انها تساعد على حل ازمه الاسكان. احنا في ازمه، يعني الواحد يكون يعني، وهذه الازمه يعني تحت اهتمام ولاة الامر، والهدف الان منا الان حل الازمه هذه، فينا نحاول ان شاء الله نواكب ونحل. نتكلم عن 2016 انه بيكون في مبادرات كثير من الاسكان. صحيح. ان شاء الله. طيب بيني وبينك ولا حد بيسمع، وش المبادرات اللي ناويين هالفترة الجاية؟ الناس بيسمعون شيء يعني من وزارة الإسكان، عطنا وش المبادرات اللي عندكم؟ والله زي ما قلت لك، مبادرة توفير مساكن الآن. إيه. الآن نحن نوفر مثلاً بعض الأراضي مع الأراضي المطورة. نعم. تكلمت عن الأراضي المطورة. اللي تابعة للوزارة. نعم. تتكلمون عن فلل سكنية موجودة الآن في عدد من المناطق. نعم. وفي شقق حتكون إن شاء الله. راح تكون في اراضي غير المطوره ان شاء الله موجوده منا من ناحيه المنح ان شاء الله حنعطيها للمواطنين، بس احنا حنلتزم بتطويرها. يعني انتم الان الفتره الجايه في عندكم مكنه عمل ما بتوقف ان شاء الله، وفي ايضا مع العمل هذا في توزيع مباشر إن شاء الله. صحيح. ان هدفنا الان التوزيع، تيسير الحصول المواطن على المسكن. هذا هدف الوزاره الاساسي. هذا هدفنا، ونحاول نعطي اكثر من منتج للمواطن. طيب. بحيث يختار المنتج المناسب. عشان موجود انا بستغل الوضع لا بصراحه. اول منطقه وش اللي بتوزعون فيها؟ انا جاني انه في رسائل وصلت في القصيم وفي الجيزان.
لا ما في رسائل، ما في شيء طلع. ما في شيء. لأنه هذه كثير ترى واصلة على الناس في وسائل التواصل الاجتماعي إنه وصلت رسائل للناس في عدد من المرات. لا لا ما في أي شيء طلع، أي شيء رسمي الآن، لأن ما زلنا الآن في مرحلة المراجعة تحديد الاحتياجات بالضبط بالنسبة للمواطن. لا نتكلم ترى عن الأرقام، في أرقام، في 750,000 أنتم قبلتوهم. صح. غير فهم الآن يقولون إنه في كلام إنه في القصيم، في جيزان، في كل مناطق المملكة. أغلب مناطق المملكة. هذا شيء، هذا كلام جيد. أغلب مناطق المملكة إن شاء الله حتكون، إن شاء الله تحصل إن شاء الله المواطنين هناك على منتجات. ننتظر من وزارة الإسكان هتكون كل أسبوع عندنا هنا عشان نبشر الناس بأشياء جيدة بإذن الله إن شاء الله. ظهور أول موفق لك يا دكتور. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. أنا ممنون على حضورك ولظهورك الأول عندنا، فهذا بيكون فيه وفاء متبادل في الفترة الجاية بيننا وبينك إن شاء الله. شكرا جزيلا. يعطيك العافية دكتور. يعافيك. الله يعافيك. استودعك الله. طيب خلونا نروح فاصل لواحد من شهدائنا اللي ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، وراجعين من ثاني نتكلم عن مواضيع أخرى. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه الداخلي والخارجي. عندما تجتمع حرفية الجودة بالتصاميم المميزة والخامات الجديدة، تأكد أنها أشمغة وغطر بروجي الشتوية من عجلان وإخوانه. جودكم منكم وعودكم منا. تخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروعنا بالمملكة. الدخيل للعود اسم تثق به. ثوب دروش الشتوي الحل الأمثل للأناقة. والآن ثوب دروش فروة بأناقة الثوب السعودي وبطانة الفروة من عجلان وإخوانه. جودكم منكم وعودكم منا. تخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروعنا بالمملكة. أغلقت بلدية عنيزة شارع في حي سليمانية على اعتبار أنه ممر مشاة، الأمر اللي أثار تذمر أهالي الحي. أكدوا أنه تحول إلى مواقف سيارات بعد إغلاقه من جهة وافتتاحه من جهة أخرى، مدعين أن كل ما يحصل بسبب صاحب المنزل اللي أعلن أخيرا تقاعده من البلدية بعد ما كان يعمل مستشار فيها، وأصبح الآن عضو منتخب المجلس البلدي بالمحافظة. أحد سكان الحي يقول أنهم تضرروا من إغلاق الشارع اللي كان في السابق يسهل العديد من الخدمات، وأكد أنه قام بالمشاركة عبر برنامج صور وشارك الخاص بالبلدية ولم يتلقى إجابة، فيما كشف مصدر في مرور عنيزة أن ليس لإدارتهم علاقة بالموضوع وأن البلدية تجاوزت المرور واتخذت قرار إغلاق الشارع دون الرجوع إليهم.
طيب هذا الموضوع يعني له كم يوم في كل مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الصحف قبلها تم الحديث عنه، لكن ما سمعنا رأي البلدية. معي من عنيزة المهندس عبد العزيز البسام رئيس بلدية عنيزة. أهلا مهندس عبد العزيز. حياك الله. حياك الله مهندس. الله يحييك. هل تم فتح الشارع المغلق من قبل العضو ولا لا؟ أولا مساء الخير. مسيت بالنور. سعداء بسمع صوتك. الله يسعدك طول عمرك. ونشكرك على البرنامج وأسمع صوت المواطن. الله يحفظك. أولا الشارع غير مغلق، هو أساسا ممر مشاة. الشارع ممر مشاة. ممر مشاة أصلاً بالمخطط المعتمد من مقام الوزارة. إيه. هو ممر مشاة. بس ما كان شارع من أول. لا لا بدأ ليس شارع مخطط، هو المخطط ممر مشاة. إيه. والبلدية لا يعني تمت بإقفال أكثر من 460 ممر مشاة حماية للناس والمشاة. أغلقتوا 460 ممر. 400 اساسا هو فتحه ما كان صحيح. اجل وش زعل اهل السليمانيه حي السليمانيه منكم؟ ها؟ الان التقاطع هذه في اكثر من حادث مروري. ايه. والبلدية طبقت السلامه المروريه والحمد لله وفقت في هذا المجال. موضوع يزعل المواطن او مواطنين، فتقريبا احنا نملك ان نطبق توجيهات مقام الوزاره بالتزام بالمخططات. الحديث مهندس عن انه صاحب البيت كان يشتغل بالبلديه والحين عضو مجلس بلدي، صحيح ولا غلط؟ ما له علاقه البيت والعضو اعضاء المجلس من المدينه ومجلس البلديه من المدينه. ايه. فما البلديه الحمد لله بجهازها وأمانة العاملين أكبر من أن تقرر قرار بموجب عضو أو غيره. المخطط المعتمد من مقام الوزارة هو ممر مشاة. طيب بصراحة أشكر منك التجاوب وهالظهور، لأنه الملف هذا كان له كم يوم يعني الناس تتكلم عن ظهورك، يخلينا يعني نغلق هذا الملف، وأيضا يعني نقول أنه وراء هالموضوع شيء ما ندري عنه، أنتم مبخص فيه وخصوصا اللي يشتكوا. فالله يوفقكم مهندس عبد العزيز البسام رئيس بلدية عنيزة، شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه المشاركة. عبر أولياء أمور الطلاب في المدارس الابتدائية بالجبيل عن استيائهم الشديد من استمرار نقل الطالبات من بيوتهم قبل صلاة الفجر، ليتسنى للمتعهد نفسه نقل الطلاب أيضا إلى مدارسهم، يعني قاعد ينقل طلاب وطالبات، فهو قاعد يسبق الطالبات من الفجر. اشتكى أولياء الأمور إلى إدارة التعليم في المنطقة الشرقية لكن دون إجابة، مثل ما حصل معنا أيضا، احنا طلبنا منهم عشان نسمع وما سمعنا أي شيء منهم. شوف تقرير ونرجع. قام عدد من أولياء الأمور برفع شكوى إلى وزارة التعليم بعد أن أحبطوا من تعليم المنطقة الشرقية، حيث يقوم متعهد النقل في مدينة الجبيل من إخراج الطالبات في وقت صلاة الفجر ليتمكن من إيصالهن واللحاق بموعد توصيل الطلاب بعد ذلك. العالم توها طالع المسجد وباقي ما طلعت من المسجد، توا قال السلام عليكم ورحمة الله، والباصات الآن تنتظر بناتنا. أولياء أمور طالبات أبدوا استياءهم من هذا الموضوع لما فيه من معاناة لهم ولما فيه من مخالفة للتعليمات والأنظمة الصادرة من وزارة التعليم، والتي ينص على تنظيم وقت الدوام الرسمي من بداية الطابور الصباحي مرورا بالحصة الأولى حتى انتهاء اليوم الدراسي. أولياء الأمور يشتكون وتعليم المنطقة يصمت ومتعهد النقل لا زال يخالف النظام. طيب ينضم لي مباشرة من الدمام ولي أمر أحد الطلاب أو الطالبات اللي قاعدة يعانون كل يوم من هالموضوع، الأخ سعيد الزهراني. أهلا أخوي سعيد. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبدالله. حياك الله يا سيدي. أنا يعني أبغى أفهم، بناتكم تصحونهم من قبل الفجر عشان يروحون المدارس الفجر؟ بناتنا نصحيهم من قبل الصلاة بفترة عشان الباصات لما تجي تأخذهم، لأن أحيانا الباصات الآن في وقت صلاة الفجر نخرج بناتنا إلى المدارس، والمشكلة هذه طرقنا أبواب إدارة التعليم قبل سنتين تقريبا، وصلنا إلى مدير التعليم في المنطقة الشرقية
طبعا قبلها رحنا مكتب التعليم بالجبيل، حاولنا مع مكتب التعليم في الجبيل أن يحلوا القضية، لم يحلوا القضية، ذهبنا إلى إدارة التعليم، لم نجد إلا وعود بالحلول ولم نجد حلول. طبعا عندما نتكلم عن هذه القضية يعودون بنا إلى أن المتعهد بالنقل تحاولون أنكم تحلون مشكلتكم معه. طبعا المتعهد بالنقل الهيئة الملكية هي من تنقل الطالبات في الجبيل الصناعية، وعندما تنقلهم هذا نعده يعني تكرما وتفضلا منها وليس واجبا من واجباتها، بل أن الواجب أن من ينقلهم وهي مهمة ملقاة على وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التعليم المنطقة الشرقية، ولكن لم نجد منهم أي حلول. نحن لا نريد أن نملي شروطنا على متعهد أو على الهيئة الملكية التي تقوم متكرمة متفضلة بنقل الطالبات الذين المفترض أن تنقلهم وزارة التربية والتعليم، بل نقول لها الملكية شكرا لكم على ما تقدمونه. نحن قضيتنا ليست مع الهيئة الملكية أبدا، نحن قضيتنا مع الإدارة العامة للتربية والتعليم ومع مركز الجبال البلد ومع وزارة التربية والتعليم فقط. سعيد، المدارس اللي فيها بناتكم، المدارس هذه تابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع ولا لوزارة التعليم؟ لا، المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم. ممتاز. ولكن طيب، الهيئة الملكية مشكورة تقوم بالنقل تفضلا وتكرما منها. طيب، نحن لا نطالب الهيئة الملكية، بل نقول لهم شكرا لكم على ما تقدمونه. هم لم ينقلوا طيب الطالبات طيب إلا سعيد، بعد أن رأوا أن لا يوجد نقل من وزارة التربية والتعليم. طيب، فقدموا لنا بعض الحلول ولهم الشكر، لكن نحن نخاطب وزارة التربية والتعليم على نقل بناتنا. بناتنا يخرجون من بيوتهم. كم للقضية هذه يا سعيد الآن؟ القضية هذه لعمرها سنين، ولكن بدأنا يعني ببعض الحلول من سنتين إلى الآن نطرق أبواب. طبعا لم نصل إليكم إلا بعد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الإعلامي محمد الزهراني. طيب، في صديق لنا في جريدة اليوم، هو الذي وصلنا بدون إلى برامج الراصد لكي ينقل لنا هذه المعاني. سعيد، بدون واسطة بتوصلوا لنا بدون أحد، ما تقصروا، ترى احنا يعني أنتوا غيركم، يعني هذا المكان زي لكم أنتوا، وليس بدون أي واسطة بدون أي معرفة، حياكم الله دائم. لكن يعني شرها الآن والشيء اللي يفشل على إدارة التعليم اللي موجودة في المنطقة الشرقية، اللي اتصلنا عليهم أكثر من مرة وبعدين في الأخير قفلوا جوالاتهم. المكان هذا موجود لكم أنتم وللمواطنين أنكم تجاوبون عليهم وتقول لهم وش الفكرة اللي عندكم. يعني مو معقول أنه طالبات صغيرات بالسن يقومون من قبل الفجر عشان المتعهد بينقل أولاد وبنات، وأنتم يعني لكم سنين ما حليت المشكلة. فظهوركم واجب يا إدارة التعليم في المنطقة الشرقية وأيضا مكتب التعليم اللي في الجبيل. طيب، ما في أي حل وسط يا سعيد إلى الآن؟ والله يا أستاذ عبد الله، نحن طرقنا الأبواب، طرق هم يعيدوننا إلى الهيئة الملكية. الهيئة الملكية ليس لها أي علاقة بهذا الموضوع. معروف، معروف، بس هم الآن يقولوا لكم إحنا ما بيدنا أي حل. هم هي 20 مدرسة فقط يا أستاذ عبد الله. أيه؟ 20 مدرسة فقط. هل الوزارة عاجزة عن توفير مثلا نقل معين، النقل لهذه المدرسة؟ نحن نريد أن يعود الدوام إلى وقته الرئيسي. الدوام البنات في الطالبات في الجبال الصناعية، الطابور الصباح الساعة 6:30، والحصة الأولى تبدأ الساعة 7:45، وهذا النظام غير موجود في جميع مناطق المنطقة الشرقية إلا الجبال الصناعية فقط، هو تجاوز النظام. نحن طلبنا أن يعود النظام وأن يطبق النظام فقط، نريد عدم تجاوز النظام وتوفير النظام. يعني متى يطلعون من عندكم من البيوت؟ 6:30 يطلعون من عندنا، نجهزهم قبل صلاة الفجر بنص ساعة. لا لا لا، أتكلم عن النظام، إذا كان في نظام، لو في نظام وفي باصات يعني تحترمها الطالبات، متى يطلعون من بيوتهم الواجب؟ المفروض انهم يطلعوا، المفروض ان الحصه الاولى تبدا 7:45 او 7، يعني ما تبدا 6:45، ما تبدا 6، الطابور الصباحي 6:30 والحصه الاولى 7:45. وبناتكم كم يجلسون في المدرسه قبل 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 قبل, قبل الحصه الاولى كم يجلسون؟ لا، الحصه الاولى تبدا 7:45، بينما المدارس الاخرى تبدا الساعه 7، والطابور الصباحي يبدا عندهم 6:30. هذا تجاوز للنظام بطريقه عجيبه صراحه. نحن نريد ان يعود النظام الى مكانه، وان اداره التربيه والتعليم في المنطقه الشرقيه تحترم الانظمه وتطبقها الانظمه، ولا تلقي بمشاكلها على جهات اخرى قدمت لنا الفضل مثل الهيئه الملكيه او وخلافها. استطعتم الوصول الى مدير التعليم؟ وصلنا للمدير، انا شخصيا ذهبت اليه مرتين، كان الزملاء ذهبوا لاكثر من مره، كلها وعود بالحلول. حلوا مشكلتكم مع الهيئه الملكيه، يقولون ها يلقون بمشاكلهم على الهيئة الملكية التي قدمت مشكورة النقل، ونحن طيب نقول لها من هذا المنبر شكرا لكم على طيب ما تقدمونه لنا من نقل. ولا طيب، ومع أن المهمة هذه ليست ملقاة عليهم، بل هي من مهام وزارة التربية والتعليم، ولكن
عندما وجدت الهيئة الملكية أنه لا يوجد نقليات قامت متفضلة وبشكورة بنقل طيب. بناتنا ونحن لا نملي شروطنا على الهيئة الملكية طيب. بل نقول لها شكرا. نحن نقول لوزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية طيب. والتعليم بالمنطقة الشرقية حلوا موضوعكم مع البنات ورجعوا نظام مقتل الدوام لازم يكون مثل أي منطقة أخرى أو أي محافظة طيب. أخرى في المنطقة الشرقية. إدارة التعليم منا إليكم هذه القضية اللي كان الواجب أنكم تحلونها قبل يوصلون عندنا. الأمر لكم الآن يا إدارة التعليم، أما أنكم تخلون الناس يستمرون من قبل الفجر فهذا غير معقول أبدا. يعني الدكتور عبد الرحمن المديرس تواصلنا معاه في الأخير قفل جواله، هذا من إدارة التعليم، فأقول افتح جوالك ورد على الناس ورد عين عشان احنا ترى ما لنا مصلحة، احنا لنا مصلحة انه الناس يقومون زي يعني زي اغلب المدارس في المملكة. شكرا لك سعيد الزهراني ولي امر واحدة من الطالبات. شكرا لك استاذ ابراهيم. وان شاء الله قضيتكم الى حل باذن الله. شكرا جزيلا لكم يعطيكم العافية. خلونا نروح فاصل ونرجع من ثاني، لا تروحون بعيد. همساي نتقصى الداخل، أوراق تتكشف وأجندة تحت المجهر، الخبر بدون قيود بملفات الخبير. همساي يأتيكم في الأوقات التالية. تبحث الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل آلية تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة. من جانب أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد السيف على أهمية تفعيل هذه الخطوة لما تعود من نفع في توفير فرص العمل للأسر المنتجة ولما سترتقي به من نوعية ما يقدم لأبنائنا وبناتنا في المدارس. أكد مدير إدارة خدمات طلاب بتعليم حائل منصور الهمزاني أن تم تهيئة 38 مقصفاً مدرسياً للتشغيل الذاتي من قبل الأسر المنتجة، موضح أن الترخيص الصحي هو العائق لانطلاق المشروع. طيب الحديث عن هذا الموضوع معي يعني عن طريق الهاتف من حائل مدير مكتب الضمان الاجتماعي خالد بن سعد للحديث أكثر حول المقاصف في حائل. أنا أخوي خالد. أهلا تفضل. هلا أستاذ. يعطيكم العافية. الله عافيك طول عمرك يا هلا. أتكلم عن هالفكرة اللي سوتها أيضا إدارة تعليم الرياض، لسه يعني لازالت تجربة. أنتوا أيضا بديتوا فيها ولا باقي إلى الآن؟ وش الوضع في فكرة المقاصف المدرسية؟ والله إن شاء الله أنا بادين هذه طول عمرك من باب الشراكات التي يقيمها مع الوزير حفظه الله أي. ودعم سعادة الوكيل محمد العقلة على أساس أنه تفعل موضوع الشراكة بين الوزارات التعليم والشؤون الاجتماعية طبعا مشاركة الأمانة وتحت إشراف الغرفة التجارية. وحنا ساعين الآن إن شاء الله لتكملة البرنامج هذا وفي اجتماعات مستمرة علشان الموضوع إن شاء الله يوم الأحد القادم راح يتقرر كيف راح تكون الآلية بعد ما ناخذ التراخيص الموافقة على منح التراخيص من البلدية من الأمانة قصدي. يا سلام. اللي يبغى يوصل من الأسر المنتجة لكم كيف يقدر يوصل لكم؟ هل يروح للغرفة التجارية ولا الضمان الاجتماعي ولا التعليم، وين يروح؟ والله حنا طال عمرك بالنسبة للضمان الاجتماعي عندنا أسر منتجة مدعومة بالكامل من الضمان الاجتماعي. ندعم الأسر المنتجة مبلغ 30,000 ريال كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي ايه؟ حتى تستفيد
حتى تستطيع إنتاج مشروع بناء على سياسة الوزير تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج. فاحنا ندعم الأسر الضمانية فقط بمبلغ 30,000 ريال، وعندنا أسر مدعومة الآن وشغالة. أي ماني بسأل عن الأسر اللي أنتم تدعمونها، أنا أسأل إذا في أسرة تبغى تصير أسرة منتجة وتبغى تمسك لها يعني مدرسة جنبهم قريبة منهم، هل هذه تحتاج توصل لكم بالضمان ولا وين تروح؟ والله احنا طال عمرك لازم تكون مستفيده من الضمان. اي يعني شرط اساسي الاسر، ندعم الاسر المستفيده فقط من الضمان الاجتماعي. اما ما عدا ذلك فما هو من اختصاصنا، اختصاصنا الاسر المستفيده فقط. ايه طيب هل العائد المادي بالكامل يرجع للاسر ولا وين يروح؟ اي نعم بكل تاكيد، يعني مثل ما تعرف احنا نسعى مثل ما تبنى سياسة الوزير الله يسلمه على اساس انه تحويل الاسر من الاحتياج الى الانتاج، فعلى اساس تكون اسر فاعله ومنتجه في المجتمع فقد تستغني عن الضمان في يوم من الايام. صحيح، وهذا هذا المهم. ترى والله هالفكره ميزتها انه في الاخير انتم يعني الاسر هذه تطلع من عندكم ما عاد تصير محتاجه للضمان، وانتم ايضا تركزون على اسر اخرى وممكن تزيدون العوائد لها، وهذا شيء جيد بصراحه. بس السؤال هنا الفكره هذه كل ما جت على بالي اتذكر اقول انه النقل، كيف الاسر هذه تنقل الطعام من بيوتها الى المدارس، هل انتم فكرتوا في هالموضوع؟ والله احنا ان شاء الله مستعدين لاقامه ورش عمل اعتبارا بعد الاحد القادم، الاجتماع الاحد القادم راح يكون فيه ورش عمل ان شاء الله لتهيئة الأسرة المنتجة في مركز التنمية الاجتماعية في حائل، على أساس أنه تتهيئ كيف تعمل في المقاصد والآلية والأشياء هذه كلها تحتاج وقت طبعا. صحيح، بس الأسرة أيضا ما هي بتنتظر، يعني أنتم شوي استعجلوا شوي في هالموضوع، لكن الفكرة أنه يكون مستوى الأكل ونظافته عالية جدا، لأنه إحنا طلعنا من العمالة نقول الأسر فلا بد يكون مستوى النظافة عالي. مركزين طبعا على الموضوع، وهذا الشرط اللي احنا الان عندنا اجتماع يوم الاحد القادم مع عميل منطقه حائل في الغرفه التجاريه على اساس موضوع التراخيص الصحيه، على اساس انه ما تمارس الاسر المنتجه داخل المدارس ولا ابنائنا ويحتاجون لرعايه صحيه جيده وكذا، فيحتاج انهم التراخيص ما يعملون وبانتاج الاكل والغذاء حتى يحصلوا على تراخيص من الامانه. فهذا هو المبدأ الأساسي لسلامة الطلاب اللي هم أبنائنا بالتالي. بالطبع هذا اللي مهم جدا، والله يعينكم. ترى الفكرة يعني شوي بتتعبون فيها، لكن في الأخير ترى نتائجها مثمرة، يعني أمهاتهم هم اللي يطبخون لهم فبيكونون حريصين عليهم أكثر من العمالة اللي كانت موجودة بالمدارس. هي نعم كل تأكيد، وهذا الفكرة، هذا الفكرة الحقيقة احنا متبنينها ونعمل بقوة حقيقة على أساس طيب. أنها تكون إن شاء الله. كم عدد الأسر المنتجة في حائل؟ والله عندنا في طبعا الضمان الاجتماعي في 4 مكاتب ضمانيه في حائل، يعني في المكتب النسوي ومكتب الضمان النسوي في حوالي 250 الى 300 اسره منتجه. نعم مختلف التخصصات، ولكن في نسبه كبيره مختصه في الاكلات والحلويات والاشياء زي كذا. اي نبي الاكل الحائلي الطيب انه يصير في المدارس، ترى والله بيصير فطور طيب للطلاب. أكيد. طيب أخوي خالد شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية. خالد بن سعد مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل، شكرا على هذه الخطوة، وأيضا نتمنى نسمع أنها إن شاء الله وصلت للمدارس ونغطيها إحنا وياكم. شكرا جزيلا لك أخوي خالد. وحدة الكوارث بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام هي الوحيدة في مستشفيات الوزارة بالمنطقة الشرقية، رغم حداثة إنشائها استطاعت أن تكون عنصر مهم في تقديم يد العون والمساعدة في حال وجود كوارث لا سمح الله. مزيد في تقرير مراسلنا من الدمام عادل الغامدي، وراجعين مثلا. أنشأت وحدة الكوارث بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في الربع الأخير من العام الماضي، ورغم حداثة إنشائها إلا أنها استطاعت أن تكون عنصرا مهما في تقديم يد العون والمساعدة في الكوارث التي حدثت المنطقة في الفترة الماضية. لم يكن من الوحدات المعتاد عليها في المؤسسات الصحية، بعض المؤسسات الصحية في المملكة البلاد، وكمستشفى تخصصي قد يعني ما يكون تخصصنا هو يعني إدارة الكوارث بشكل عام،
لكن مع تغيرات الجذرية اللي قاعد تحصل في الأحداث المحيطة وضرورة التركيز عليها وتجاس معالي الوزير ومعالي نائبه بأن يكون في استعداد كامل، رأت المستشفى الملكي فهد تخصص بإدارتها بإنشاء وحدة خاصة بالكوارث، وخاصة أنه متوفرت لدينا الكفاءات القادرة على إدارتها، وأيضا مشاركة مع أخوان في الدفاع المدني والجهات الأخرى لترتيب هذه الأمور. وحدة الكوارث تعمل على مدار الساعة وبها ممثل من كل قسم بالمستشفى، وفي حالة حدوث أي كارثة لا سمح الله يتم استدعاء الطاقم من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والبيجر، حيث تقدر نسبة المتواجدين المشاركة في أحداث سابقة بأكثر من 85% من إجمالي منسوبي المستشفى. بنركز على تدريب التمريض في كل حالات الطوارئ سواء كانت داخلية أو خارجية، وعندنا كل فترة وفترة بنعمل دريلز بيجوا فيها التمريض، ونعمل حالة طوائر مفتعلة نشوف كيف نتائج التدريب وكيف التفاعل حقها. الوحدة في المستشفى استطاعت ومنذ إنشائها أن تشارك في عدد من الأحداث التي وقعت في المنطقة الشرقية، مثل أحداث القديح وأحداث العنود وأحداث سكن شركة أرامكو السعودية بالخبر. بالإضافة إلى موضوع التدريب وتأكد من جاهزية المؤسسة ولغيرها، تبحث عن ما هو الأحدث والأفضل وتساعدنا في التنسيق وقت الكوارث، وتكون يعني جاهزيتنا أعلى من المتوقع، وقد أيضا تساهم في المنطقة في تدريب المنشآت المحيطة ولغيرها. فرأينا أن احنا يكون هذا الشيء يعني خاص كما هو موجود في كثير المؤسسات، إنشاء وحدة خاصة بتوفر خبرات الموجودة القيامة. يعمل بهذا القسم نخبة من أبناء وبنات الوطن، أوكلت مهمة هذا القسم إلى الدكتورة السعودية أحلام الفرزان والحاصلة على ماجستير في طب الكوارث، والتي تعتبر أول سعودية تحصل على هذه الشهادة. إنشاء وحدة الكوارث في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام هو الوحيد في مستشفيات الوزارة بالمنطقة الشرقية، وهو تأكيد لاستعدادة المنطقة لأي أحداث سلبية لا سمح الله مستقبلا. طارق الغامدي، الإخبارية، الدمام. طيب، الحديث عن هذه الوحدة والخدمات التي تقدمها، تنضم لي عبر الهاتف الدكتورة أحلام الفوزان. حياك الله دكتورة أحلام. أهلاً، حياك الله أستاذ عبد الله. يعطيك العافية. الربع الأخير من العام الماضي كانت أنشأت هالوحدة وبدأتوا في العمل، صحيح؟ صحيح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم العافية أستاذ عبد الله على الاستضافة في الإعلام، والتثقيف من أهم الدعائم لإدارة الكوارث. حياك الله. الخدمات، ودي أعرف الخدمات اللي أنتم تقدمونها من 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 الربع الأخير من العام الماضي حتى الآن، وش اللي أنتم قاعدين تسوونه؟ طبعاً إدارة الكوارث في تخصص الفهد أنشئت بدعم كبير من معالي الوزير ومعالي نائب الوزير ومدير مستشفى ونائب الدكتور هاني الخالدي. الإدارة يتمحور عملها في الاستجابة لأي كارثة لا سمح الله، سواء داخلية في المستشفى أو خارجية، عمل تحليل مسبق وتخطيط واستراتيجيات لمنع أو تقليل الخطر عند حدوث كارثة لا سمح الله. دور الإدارة كما يعني تشكل في تدريب كافة الموظفين وعمل دورات تدريبية للمجتمع بشكل عام من توعية وتثقيف، بتعاون مستمر مع الجهات الخاصة، وعمل فرضيات وتجارب وهمية لاختبار المنشأة بشكل دوري. طيب، أنا ودي أسألك، أنت أول سعودية تحصلين على 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 هالشهادة في الكوارث، يعني في الغالب نقول عيال يعني يشتغلون هالشغلة تمشي، بس يعني بنت تشتغل هالشغلة يعني ما تجين لها في الكوارث؟ صحيح، في زملاء حاصلين على شهادة مماثلة، لكن الكوارث متخصصات نادرة في العالم في المملكة، ويختلف وخصوصا في المملكة، ويختلف على المعتقد الشائع في علاقة في طب الكوارث، لأن علم الكوارث يهتم بكل ما يتعلق بالكارثة في وقتها أو ما بعد حدوث الكارثة أو في التخطيط المسبق لمنع أو تقليل الكارثة لا سمح الله. الصحابيات الجليلات كان في عهد الرسول ما بعد الكارثة هم اللي يتواجدون في المكان من مساعدة للضحايا، أو وجودهم كان عنصر هام في الحروب. وقت الكارثة على أبناء البلد جميعا سواء نساء أو رجال أطفال أو كبار أنه ينهضوا بالبلد يشاركوا في اللحظة طيب دكتورة أحلام، يعني تسمحي لي على سؤال، أنت يعني جاك أنه تطلعين من المستشفى بناء على هذا التخصص النادر عندك، جاك عروض بهالخصوص؟ عفوا،
أقول جاك عروض لأنه أنت يعني تعتبرين من السعوديات الأوائل في هالتخصص، فجاك عروض وأنه تطلعين من المستشفى عروض وظيفية أخرى؟ في عروض طبعا سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة، لكن بلا شك خدمة الوطن والمجتمع والنهضة في البلاد من أهم أولوياتنا، وواجب على نفسه الوطن خدمة الملك والوطن في جميع الأوقات تحديد الفقه في العزمات. طيب وش التدريب اللي تحصلون عليه انتم عشان تطورون اكثر في نفس زي العمل في هالوحدات اللي المجتمع كله ينظر لها في حال وجود اي كارثه؟ لا التدريب عفوا، اقول وش التدريب اللي تحصلون عليه دائما اللي تحتاجونه دائما عشان تكونون يعني يعني في وقت حدوث اي كارثه لا سمح الله متواجدين بشكل كبير جدا وتفيدون اكثر عدد ممكن؟ في دورات يتم عملها سنوية وفي دورات شهرية لتنمية الموظفين وتدريبهم. احنا بالنسبة لإدارة الكوارث نقوم بعمل دورات تدريبية للمنشأة الموظفين المنشأة ولخارج المجتمع لتوعية المجتمع وتثقيفهم في حدوث الكوارث لا سمح الله. شكرا لك أختي دكتورة أحلام الفوزان، يعطيك العافية، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ما نحتاجكم، لكن عاد لازم يكون موجود هالقسم. شكرا لك أختي، يعطيك العافية. توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد المملكة موجة برد شديدة تستمر حتى الجمعة المقبل، تنخفض معها درجات الحرارة دون الصفر المئوية، هذا على الحدود الشمالية تشمل الجوف وتبوك وحايل، مع فرصة لتساقط الثلوج على طريف والقريات ومرتفعات تبوك وتكون الصقيع على حايل والقصيم. أتبلغ ذروة تأثير موجة البرد يوم الجمعة المقبل على منطقتي الرياض والقصيم وحائل والشرقية، تتدنى فيها درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي. الحديث عن الأجواء الباردة اللي تشهدها المملكة الأيام هذه والجاية، ينضم لي هنا في الاستوديو الباحث في علوم الطقس وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة الأستاذ عبد العزيز الحصيني. أهلا أستاذ عبد العزيز، حياك الله، يعطيك العافية. الله يعافيك. مشتي اليوم؟ أكيد. طيب الشتاء يعني كنا نقول خلاص الملابس البيضاء نستمر فيها، لكن واضح أنه لازم نرجع الشتاء. أصلاً الأصل في الأيام هذه الشتاء. لكن الغريب أن يكون هناك الدفاع. طبعا نحن الآن نتحدث عن منخفض أصله قطبي، يعني منشأة من القطب الشمالي. هذه طبعا المنخفض عادة ما يصاحبه جزئين، الأول هو أن يصاحبه بسقوط أمطار يخالطها الثلوج، وأيضا الشيء الثاني الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. ولذلك طبعا دائما طبعا أنا نبهت في حسابي في تويتر قبل تقريبا 3 أيام على أنه من يفترض أو ينبغي أو أنصح الكشاتة بأن يؤجلوا رحلاتهم إلى أسبوع آخر، وأوصيت رواد الاستراحات خاصة بالنسبة للأسر أن يتجهزوا بالثياب الشتوية الثقيلة، لأن البرد المتوقع والله أعلم بمشيئة الله تعالى من المتوقع أن تكون أقوى موجة برد تتعرضها للمملكة العربية السعودية هذا العام، بل ربما لا أبالغ إذا كان ربما أنها أقوى موجة برد من عدة سنوات والله أعلم. تصدقني بردت وانت تتكلم؟ أكيد. تتكلم على أي مناطق؟ أنا حقيقة تتكلم على أي مناطق؟ نتكلم على يعني من الشمال للجنوب الكل؟ طبعا بالنسبة للموجة المنخفض الجوي بدأ أمس، اليوم بدأت تساقط الثلوج على الحدود الشمالية في طريف وفي ما بين طريف القريات حتى وصل إلى عرعر، من المتوقع إن شاء الله اليوم أن يتزحف الحالة نحو الشرق والجنوب الشرقي من الشمالية، بحيث أنها متوقع أن تسقط أمطار قد تكون يخالطها الثلوج وقد أو يكون مع مطر ثلجي على المنطقة الواقع على الحدود الشمالية، أيضا منطقة حائل وخاصة الأجزاء الشمالية الشرقية من حائل، أيضا ما بين رفح الآن معي وأنت الآن تتكلم معي تعليم الحدود الشمالية
يعلن تعليق الدراسة بكرة. أؤيد هذا الشيء. وأيضا في نقطة معينة أتمنى يستمع لها وزير التربية وزير التعليم وزير التعليم نعم صحيح، أتمنى أن ينظر إلى تعليق الطابور الصباحي في المناطق الشمالية والوسطى لو في كل المدارس على هالأجواء الباردة يعني. المتوقعة الموجة هذه يمكن بعض الناس ياخذ الكلام يقول حقين الطقس يبالغون، لكن هذا الكلام اللي صاير عليك وفي موضوع عليكم بالنسبه لي لا ابالغ بحكم ان ما هو متوقع من خلال ما اراه في خرائط الطقس من المتوقع ان تكون هناك موجه برد قويه بنشوف كذا ان شاء الله لا على الشماليه إيه؟ بيصير لكن لا الوسطى المنطقه الوسطى اتكلم عن البرد أما إيه؟ الثلوج هذه أغلبها على المناطق الشمالية تبوك حايل ما بين حايل والحدود الشمالية الجوف أيضا ما بين رفحة والحفر الباطن ولكن بالنسبة أقل إضافة إلى احتمال أن تمتد المطر الثلجي وليس الثلوج لأن الناس يخلطون بين المطر الثلجي وبين الثلوج على أقصى شمال الزلفي اللي هي شمال شرق القصيم تتكلم عن البرد عن لا لا غير البرد البرد يكون بعد المطر. هذا المطر الثلجي يكون لونه أبيض زي القطن أسمك شوي يعني مقارب للثلج إضافة إلى ذلك القصيم ممكن تتعرض إلى أمطار أيضا بدءا من هذه الليلة وهذا التوقع خلال 24 ساعة من الغد بمشيئة الله تعالى من المتوقع إن شاء الله أن تتهاوى ايوه درجات الحراره اليوم لان الجو اليوم في الرياض مو بارد لا اتكلم لك عن الشماليه تتهاوى الليله اما الوسطى من المتوقع ان تتهاوى درجات الحراره على المنطقه الوسطى بدءا من منطقه الجوف منطقه القصيم ثم منطقه الحاير اعني بذلك المحافظات الشماليه ثم مدينه الرياض ولذلك انصح وانبه على اخذ احتياطات خاصة لمن يخرج خارج البيت سواء كان استراحات أو وأنصح بعدم الخروج إلى البر هذا الأسبوع. الشيبان وش كانوا يقولون على الأجواء هالأيام؟ وش الأمثال اللي كانوا يقولونها؟ الأمثال كثيرة عموما لكن عطنا جزء منها لا تحضرني شيء معين لكن غدا من المتوقع شوف هذا طبعا يوافق دخول الموجة الباردة ايه؟ علينا دخول النجم الأول النجم الثاني من الشبط وهو نجم البلدة الذي يمتاز بالصقيع وعموما الشبط عموما بردها شديد وناشف ومشهورة بالصقيع ولذلك من المتوقع بإذن الله أن يتشكل الصقيع على المنطقة الشمالية على أجزاء واسعة ولذلك أوصي أيضا أصحاب الحلال وأصحاب المزارع باتخاذ الإجراءات والإحتياطات المناسبة لما يملكونه إضافة إلى المنطقة الوسطى يعني تخيل الرياض من المتوقع فجر الجمعة ولكن من رحمة الله علينا وفضله أن البرد شدة البرد بيكون فجر الجمعة وفجر السبت وعيالنا في منازلهم لكن الأحد أيضا أوصي أن يلبسون عيالهم ملابس شتوية ثقيلة لأن الموجة متوقع أن تبدأ من هذا اليوم من يوم المساء الأربعاء إلى مساء الأحد القادم يعني إن شاء الله اللي يودها تمشي عيالها بكرة وبعدها تريح بالبيت أزيال لها أفضل لها وتلبس ملابس ايه؟ يعني يلبسون ملابس ايه؟ شتوية ايه؟ ثقيلة الحين من الأمثال اللي نسمعها دائم في الشتاء بياع الخبل عبات متى يجي؟ هذا وين توه مطولين باقي الحين الشتاء باقي له ايه؟ الشتاء باقي له النجم الثاني من الشبط ايه؟ 13 يوم ثم يليه العقارب العقرب الأولى 13 يوم والعقرب الثانية 13 يوم هذه تقريبا 26 يوم مع 13 يوم تقريبا 39 يوم هذا الشتاء الذي يغلب عليه البرد ثم يأتي من بعد ذلك شتاء متقلب ما بين البرد والاعتدال ثم بعد ذلك يغلب عليه الاعتدال أو الحر وهكذا حتى ننتقل إلى الصيف نتكلم على هل جدا هم اليومين هذه مبسوطين وهل جيزان مبسوطين نعم. الأجواء طيبة عندهم والله جدة هنا لو نصيبهم الفجر اليوم من البرد أيضا جدة على غير ما يتوقعون طبعا درجة الحرارة لما تصل في جدة ايه؟ أو في مكة 16 أو 17 الفجر يعتبر برد عندهم أي برد أي نعم خلهم يجونين لا احنا لا نستغرب أن تصل الحرارة في الرياض درجة الحرارة في الرياض مثلا 11-12 لكن ايه؟ الغريبة أنه من المتوقع إن شاء الله أن تقترب من الصفر في مدينة الرياض أما خارج الرياض ربما تنزل تحت الصفر 2-3 وربما نسمع عن 5 درجات تحت الصفر غير الشمالية ربما 6 أو 7 درجات أجل الكشات يريحون صدق يعني مو مزح يعني نصيحتي أنا ذكرتني بأحد الأخوان أرسلت رسالة في تغريدة لي في تويتر قلت لها
أنصح بعدم الرحلة، هو يحب الرحلات. قال طالعين من غير شر، ما من غير عقل بنطلع. طبعا ايه؟ بعض الناس تجده يتلذذ بالبر حتى لو ما طلعت إلا عيونه. ايه؟ فيعني المسألة مسألة صحة، وهذا برد قد بعض الشباب. هذه نصيحة أوصيكم ونفسي بالنسبة للبرد، إذا دخل الإنسان من الصعب أن يخرج، وإضافة أن البرد لا يظهر أثره في سنوات قريبة، إنما يظهر مع تقدم السن. ولذلك أوصيكم ونفسي بالحرص على أبنائكم على أنفسكم، لأن البرد قاسي، وإذا دخل الإنسان في قول عمر بن الخطاب إذا ذكرته أنه ألبسوا للشتاء أو أثر أنا ما أعلم أظن قول عمر الله العالم إنه يعني دخوله سهل وخروجه صعب من الجسم جداً. وذلك الأولين الشيبان الأولين حبايبنا أجدادنا وأحفادنا. أنت ما أنت بشايب يعني لا تكبرني عند الله. طيب أبشر أم محمد على الأقل لا تزعل علي أم محمد. الشاهد أن مسألة الشباب أول شو يقولون؟ الشباب أنا أتكلم لك عن الشخص الآن. أمس كنا طالعين في روضة ملهم مع بعض الأخوان، قلت له خذ الكوت تلبسه، الجو كان بارد رغم أننا العصر. قال ما في برد، إذا حسيت بالبرد بلبس. لا البس البرد، إذا حسيت بالبرد السلام عليكم انتهيت، دخلك البرد. عاد إما أن الله سبحانه وتعالى يحفظك وبالتالي تمشي أمورك ولا الله يستر عليك يكون دخلك وتسلل إليك البرد، نسأل الله العفو والعافية. نتكلم عن المنطقة الشرقية أيضا، حتى الأجواء فيها باردة قريب من الرياض. نعم الشرقية من متوقع إن شاء الله أن تنخفض درجة حرارة دون 10 درجات، 6-7. المدينة ربما تصل إلى 5-6-7. مكة ربما تصل إلى 16-17. جدة نفس الشيء، فيما أفضل شيء المنطقة التي جنوب مكة إلى جيزان، هذه يعني اللي بيروح الثلاث أيام يصيف في التهامة أفضل له عن البرد. شكرا لك أخوي عبد العزيز حصيني، استفدنا منك ويعني الشباب دائما عندهم معلومات حلوة، شكرا لك ويعطيك العافية. خليك معي لا تروح، استودعكم الله إن كنا من الأحياء إن شاء الله، لنا موعد بكرة مع أجواء إن شاء الله باردة، والله يبعد عنا وعنكم الأمراض. استودعكم الله، مع السلامة. حياك الله. شينا.